عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. اليوم طلب جديد مع أخونا عبدو كات اللي كيقول لنا يا ريت تورينا كيفاش نرفونسيو لا ما غوش وحلت معاها وبغيتها تولي مطلوقه فحال الاخرى الاخرى يبغى يعني زعما ابا عبدو. القضيه سهله، هي كيف كنقولوا اليد اليمنيه كتكون قويه على يد اليسريه، متفق معاك. كاين واحد القضيه اخرى اللي كاينين هاد جوج الصبعان اللي كيكونوا تاوما صعاب سواء في اليمنيه او لا في اليسريه، والمشكل الاكبر اللي عندنا في المغرب او في الدول العربيه كامله هو الموسيقى اللي كيلعبوها اكثريه باليمنيه، اليسريه كيقطعوها، فلهذا كتلقى الموسيقيين عندهم اليد اليسريه ميته. واليوم با عبدو غادي نوريك كيفاش تخدم 10 الصبعان او ميم طو، وغادي نعطيك ليكزيرسيس اللي خصك ديرهم على الاقل واحد 30 حتى 45 دقيقه في النهار. وبيان سور هاد ليكزيرسيس ماشي غير ديال با عبدو، بل فهو لكم كاملين. ويلا هو تستبدوا معانا التسويت. الوغ اول اكزرسيس غادي نقترح عليكم اليوم هو باش غادي نبداو غادي نحاولوا نلعبوا لا غام من الضو حتى للضو، يعني اوكتاف، وهي خصها تلعب باليمنيه وباليسريه. في الحلقه الاولى عطيتكم لي غام كاملين، اللي ما تفرش فيهم يمشي يشوفهم. دونك عندنا دو ري مي فا سول لا سي اي دو. بالنسبة لليسرية كنبداو بالصبع الخامس، كما كتعرفوا صبع الواحد جوج ثلاثة أربعة والخمسة. فوالا دونك جوج. وكنرجعوا بها فوالا. و لو بلوز امبورطون خصيتكم خصها تكون مقاده مع البيانو، ما تكونش فحال هكذا، خصها تكون مقاده وما تكونش عاوتاني فحال هكذا وما تكونش مكبشه بزاف، خصها تكون شويه فحال هذا الشكل. فوالا اوكي. دابا غادي نعطيكم دوزيام اكزرسيس اللي غادي نمشيو فيه من الضو بجوج صبعان الواحد، كنلعبوهم بجوجهم في ضو وكنرجعو فحال هكدا. وكنرجعو بها واخا. هاد الجوج خصنا نديروهم بزاف. غادي نعطيكم الدوزيام اكزرسيس. الدوزيام اكزرسيس هو على هاد الشكل، كنحطو خمسة ديال الصبعان كاملين في خمسة ديال لي بروميي نوت، سيتادير دو ري مي فا سول، وليبنية دو ري مي فا سول على هاد الشكل. كنبقاو باركين على لي نوت فحال هكذا، وكنلعبو في اليمنية الصبع الخامس اللي هو هذا، وفي اليسرية الصبع الأول هو هذا، كنلعبو في الطريقة. دابا غنحاولو نلعبو باليد اليمنية الصبع الرابع، واليسرية تلعب الصبع الثاني. اوكي دابا غادي نحاولوا نلعبوا في اليد اليمنية الصبع الثالث اللي هو هذا، وفي اليسرية الصبع تا هو الثالث.
وغادي نكملوا بيد اليمنية الصبع الثاني اللي هو هذا، وباليسرية الصبع الرابع اللي هو هذا. واخيرا كنديروا اليد اليمنية الصبع الواحد واليد اليسرية الصبع الخامس. الوغ عندنا صبع بدل 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 هاد اكزرسيس خاصكم ديروه على الاقل 11 حتى ربع ساعه في النهار. اوكي دابا غادي نمشيو ليكزيرسيس تاعنا اللي هو الثالث والاخير. دونك غادي نديروها على الطريقه اليمنيه واليسريه، غادي نلعبوا الدو او ميم طون، وغادي نلعبوا اليمنيه اليسريه ما تدير والو. ابخي غادي تمشي مع البي واليسريه لعب الري، غادي نقلبو هنا كالفرانيو. ابخي كنرجعو باليمنية السي وكنكملو باليسرية الصال. الوغ لاحظوا معايا وغنديرها لكم بشويه. كتبقاو ديروها بشويه 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 حتى كتولوا تجربوها، كما كنقولوا في المثال اللي بغى يجرب خصو يلعب بشويه. دابا غنلعبها لكم شويه زربانه. دابا غادي نحاولوا نلعبوها لا ميم شوز غير هي اليسريه. دابا دونك سي تادير داكشي اللي دارت اليمنيه غادي نديروها باليسريه. فوالا القضيه سهله، بيان سور سهله، غير حاجه وحده ما تقلقش وصبر مزيان. علاش هاد الاكزرسيس كنحتاجوها واحد السيمانه حتى لجوج سيمانات اولا كاع، ولا تحاولوا تديروها ديما، هي راه مهمه بزاف من ناحيه اليدين بجوج. فوالا دونك حبيبي حبيباتي عزيزي عزيزاتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه ماشي غير شويه، بزاف بزاف بزاف. وفي هذه اللحظه كنودعكم والى الحلقه القادمه ان شاء الله.